يا موطني أنا من شعاع المعرفة المعرفة يا موطني أنا من شعاع المعرفة صرح يعانق نوره أجمل وطن. نكمل مع التوزيع الإلكتروني. كنا بدأنا من 1S إلى 7S، من 2B إلى 7B، وعند المستوى الرابع بدأ يظهر 3D، وعند المستوى السادس بدأ يظهر 4F. افتكر عندنا ان الاس بتتملى ب 2 الكترون، البي بتتملى ب 6، الدي بتتملى ب 10، الاف بتتملى ب 14 الكترون. مره ثانيه كان مبدا او جو بيقول بتملى المستويات الاقل طاقه اولا. بنبدا نحفظ على الاقل من 1s 2s 2b بعدين 3S 3B و4S 3D. على الأقل دول هيكملوا لنا لغاية 30 إلكترون، هيكملنا كده لغاية 30 إلكترون. السؤال عامة بيجي يقول لي اكتب التوزيع الإلكتروني لعنصر عدد الذري 3. العدد الذري مقصود بيه عدد البروتون يا إما عدد الإلكترون في حتة الذرة المتعادلة، لأن إحنا عندنا الذرة المتعادلة بتساوي البروتون بتساوي الإلكترون، اللي هو عدد الشحنات المجلد تساوي عدد الشحنات السالبة. فلما نوزع هبدأ بالأقل طاقة. مين الأقل طاقة؟ 1s. هحط فيها كام إلكترون؟ هحط فيها واحد. لا استنى، الإس بتتملى باتنين، ما أقدرش أحط فيها إلكترون واحد بس، أنا أقدر أحط فيها اتنين إلكترون، لكن تلاتة لا ما ينفعش. فابدا احط فيها 2 الكترون كده بفرق في 2 الكترون. وبعدين انت عندك 3، طب انا عندي منهم 2 بس فقط في الاس. اشوف اللي بعد منها، المستوى اللي بعد منها. فالوان اس حطيت فيه 2 الكترون، المستوى اللي بعد كده المستوى الثاني 2s احط فيه 1 الكترون. هتراعي ان هنا 1 مع 2 صارت 3. وكمان راعي كمان حاجه صغيره. ايه هي؟ الحاجه اللي قدامك ديت ده بيعني المستوى الرئيسي الاول. وده المستوى الثانوي الاول، وده بالنسبه لنا عدد الالكترونات اللي موجوده جوه المستوى. يبقى اي حاجه قدامي اعرف من خلالها. هنا مثلا المستوى الرئيسي الثاني، هنا المستوى الثانوي الاول هو الاس، وهنا عدد الالكترونات اللي موجوده في المستوى اس. طب نحط هنا 2، طب احط 2 يعني هي بتتملى ب 2 الكترون، اذا كان اخرها 2 الكترون، إذا كان في وفرة من الإلكترونات، ما عنديش إلا إلكترون واحد، بضيف إلكترون واحد في الإس. فصارت هنا بالنسبة لنا 1 مع 2، صارت بالنسبة لنا 3 إلكترون. طيب عايز 5، نفس الكلام. أبدأ 1S، أدي 1S. هتحط فيه 3 إلكترون، استنى. قلنا الإس امتلئ بـ 2 إلكترون، فأبدأ أضيف هنا 2 إلكترون، هنا هحط له 2 إلكترون. وبعدين بعد كده 2S. هنا 5 حط أنا منهم 2، طب تحط هنا 3. افتكر دايما ان الاس بتتملى باثنين، اخرها اثنين. طب ما اديلها ثلاثه، هو مش بالعكس، يعني بالعكس هي حكايه طاقات، الطاقه بتاعتها تتساوي باثنين الكترون فقط، اخرها تشيل اثنين الكترون. لما الثالث بالنسبه لها يقع زي ما انت بالنسبه لك، انا اقدر اشيل لغايه مثلا 10 كيلو. لو كان زاد بالنسبه لنا كيلو زياده مش هقدر امشي، خلاص اخلي ان انا اشيل 10 وانا ماشي. فنفس الكلام هنا، اخر الاس اثنين. طب ما كده ما عندي 2 و2 4 وهنا 5 الكترون. يا سيدي مش تعالى بعد كده 2S بعد منها 2B، هبدأ أقول بالنسبة لنا 2B أحط فيها كام؟ 6. يا عم استنى، لازم دايما أجمع 2 و2 4، عندي 5 فاضل منهم 1، أحط هنا 1 بالنسبة لنا تبقى 2B1. بنفس الطريقة تقدر تكمل، تقدر تكمل أي عدد إلكترون بالنسبة لنا. ناخد على سبيل المثال استثناءات موجودة عندنا في 24 و29. 24 لو أنا عندي 24 ويقول لي وزع التوزيع الإلكتروني أو اكتب التوزيع الإلكتروني بعنصر عدد ذري 24. نبدأ 1s حط لي فيها 2 إلكترون، 2s حط لي 2 إلكترون، 2b حط لي فيها 6 ولا 7 ولا 8، قال لي آخر 6. وعدت في كل مرة 2 و2 4 و6 10 لسه بدل ال 24. بعد منها 3s 2، 3b 6 فيها 18،
بعد الثلاثة بي 4S. 4S هحط فيها 2. خلينا هنا بس الاستثناء الصغير. طيب 2 وبعدين هنا 3 دي 4. هنا بيعترض دكتور الكيمياء على الحته اللي زي دي. ليه ما دي القاعده اللي انت لسه قايلها؟ ان الاس لها 2 الكترون وكم اللي بعد منها 3 دي. الا في شواذ بالنسبه لنا، استثناءات بالنسبه لنا. على 24 على 29 او على كل ما هو 4s 3 دي او 5s 4 دي او 6s 5 دي اللي ينطبق عليهم القاعده اللي زي دي. ايه القاعده اللي عندنا؟ يقول لي هنا ده خطا. طب ايه الصح؟ الصح ان عندي الكترون بينتقل من اس الى ال 3 دي. ليه؟ قال لما ينتقل الكترون من هنا لهنا بيحقق استقرار الذره. استقرار الذره في حالتين، يا يكون المستوى الاخير مكتمل يا نصف مكتمل. الدي عندنا بتكمل ب 10، نصف الاكتمال ب 5. فمسموح لك بالكترون يتنقل من هنا لهنا. بدل ما كان هنا 4 وهنا 2، لا يتنقل واحد من هنا على 4 ب 5 وهنا. لاحظ هنا 5 1 6، هنا 2 4 6. العدد ده زي ما هو ما اتغيرش. لكن لو اتغير التوزيع اللي هنا هتلاقي 4 اس 1 3 دي 5 عشان نحقق استقرار الذره، يا اكتمال المستوى الاخير يا اما نصف اكتمال المستوى الاخير. اللي ينطبق على 24 ينطبق على 29. نفس النظام هتكمل لغايه هنا. هتلاقي عندك 4 اس 2 3 دي 9. نفس الكلام يقول لك لا ما ينفعناش الكلام ده. ليه؟ قال هنقل الالكترون برضه من هنا لهنا. هتبقى 4 اس 1 3 دي 10. هنا المستوى الاخير مكتمل. فبقى حقق استقرار الذره، وده بيحصل مع الارقام اللي فيها 4 اس و3 دي زي الحته اللي زي دي، ممكن 5 اس 4 دي، ممكن 6 اس 5 دي. بيحصل الكلام ده في استثناءات اللي زي دي، ودي زي ما قلنا استثناءات من قاعده، وكل قاعده بتبقى دايما لها استثناءات معينه. بنكمل المره الجايه على مبادئ التوزيع بحاجات ثانيه او قواعد ثانيه زي باولي وزي قاعده هولد على التوزيع الالكتروني ايضا وطرق اخرى للتوزيع المره الجايه ان شاء الله. يا موطني انا من شعاع المعرفه المعرفه، يا موطني انا من شعاع المعرفه، صرح يعانق نوره اجمل وطن.